السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا حبايب قلبي هنعمل مع بعض، هنسوي يا بنات ذكر بط. ده ذكر بط يا بنات مرجان، انا مقطعاه زي ما انتم شايفين، وغليته في مية وليمون وغسلت كويس قوي تحت الحنفية، وغليته في مية عشان انزل كمية الدهون. طبعا كلكم عارفين ان البط بيبقى سمين جدا. وعندي هنا يا بنات بصلتين كبار خالص مقطعاهم وفركاهم ببهارات لحمة ومعلقة فلفل اسمر ومعلقة ملح. عندنا هنا يا بنات ورق لورا مستكة وحبهان. المهم يا حبايب قلبي المشكلة مش في طريقة سوى البط. البط انا عملته معاكم قبل كده بطريقة مرتة البصل وبطريقة الفريك. النهاردة انا جاية بالفيديو ده او طريقة تسوية البط معايا، لان انا مش هسويها في حل عادية من اللي احنا متعودين عليهم. انا النهاردة جايبة لكم حل الضغط، طبعا اكيد كلكم عارفينها شايفينها يا بنات، دي حل الضغط يا بنات عايزة اسوي فيها البطة معاكم النهاردة او ذكر البط بتاعنا عشان نشوف هتاخد معانا وقت قد ايه. شايفينها يا بنات جوزي جايبها لي، فانا قلت اجربها معاكم ونسوي فيها ذكر البط النهاردة ونشوف هياخد مننا وقت قد ايه على البوتاجاز. على ما بنسمع ان حلة الضغط ما بتاخدش وقت في السوا وبسرعة وبتسوي الحاجة على طول، وزي ما بنسمع، فاحنا هنشوف ذكر البط بتاعنا ده هيستوى في وقت قد ايه بالظبط. يلا بينا يا حبايب قلبي عشان ما اطولش عليكم مع بعض على البوتاجاز نشوف. زي ما انتم شايفين يا بنات حطينا الحله بتاعتنا على النار وحطينا معلقتين زيت. هننزل يا حبايب قلبي بالمستكه والحبهان بتوعنا. اول حاجه بسم الله عندنا البط بتاعتنا يا بنات او الذكر البط بتاعنا. كده يا بنات زي ما انتوا شفتوا يا حبايب قلبي احنا حطينا مرتة البصل او البصل اللي احنا قطعناه. هننزل بقى يا حبايب قلبي بالميه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. كل ما في الموضوع يا حبايب قلبي ان انا عملت الفيديو ده عشان اللي حابه يا بنات تجيب الحله دي تاخد فكره، ونشوف برضو مع بعض الذكر بتاعنا. هو ذكر كبير، يعني بمعنى ان الذكر هياخد سوى جامد على البوتاجاز، فعشان كده انا بقول نشوف حله الضغط هتاخد وقت قد ايه عشان تسوي لنا الذكر بتاعنا. زي ما قلت لكم مش المشكله في سوى الذكر. بسم الله نحاول بقى نقفل الغطا. اهم حاجه يا بنات نضغط الغطا كويس. اهم حاجه يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين يا بنات احنا قرطنا على الحله بتاعتنا. ندخل الغطا في الحله زي ما انتم شايفين يا بنات، ده الغطا وده الحله نفسها. بنقوم نلبس دي في دي عشان تمسك جامد. وعندنا هنا برضو نفس القصه في الجنب التاني، وندخلها يا بنات. واهم حاجه نضغط نقرط خالص، نحكم الغطا بتاعنا في الغطا في الحله عشان على قد ما نقدر ده كله يا بنات عشان نقفل على البخار بتاع الحله بتاعتنا. زي ما انتم شايفين شكلها اهي يا بنات على البوتاجاز. انا دلوقتي قفلت عليها جدا وقرطت عليها بالقفل بتاعها ده خالص. احنا بنقرط يا بنات والغطا نمسك في الحله من هنا جامد، ومن هنا برده نفس القصه. عندنا هنا يا بنات دي صفاره، وعندنا هنا يا حبايب قلبي ده الجرس يا بنات، ودي الصفاره او الناحيتين برده يا بنات بيطلعوا البخار. اما تبتدي تقلب معانا اوريها لكم. بس اهم حاجه يا حبايب قلبي في الموضوع كله ان احنا ما نفتحش عليها الا ما تستوي، عشان غلط هوريكم ان شاء الله لما تستوي هنعمل ايه الخطوه الجايه. اهم حاجه ما في الموضوع كله ان احنا ما نزودش الميه، يا دوبك الميه تغطي مثلا اي لحمه فراخ اي حاجه انت هتسويها، يا دوبك الميه تغطيها.
عشان ما تطلعش ميه او تبهدل لك الدنيا، عشان برضو غلط ممكن تضرك. اهم حاجه تحرصي وانتي بتستخدميها. احنا حطينا الدكر البط بتاعنا زي ما انتوا شايفين، وحطينا الميه دوبك الميه غطته، عشان هو زي ما قلنا مش هيحتاج سوا ومش هياخد سوا كتير طالما هو في حل الضغط زي ما انتوا شايفين. وانا حكمت الحله وقفلت عليها كويس جدا، ومش هاجي جنبها الا في الاخر خالص ان شاء الله هوريكم. اما تبتدي تغلي هنهدي النار خالص يا بنات، هنسوي الدكر بس اما النار تبتدي تغلي نهدي النار، لانه هيستوى على نار هاديه جدا جدا يعني. وبعد كده هنشوف الدكر بتاعنا هياخد وقت قد ايه في السوا في حله الضغط، هنشوف الفرق بين الحله العاديه وبين الحله الضغط، عشان اي واحده من حبايب اللي عايزين يشتروها ياخدوا فكره برضو عن طريقتها وكده. شايفين يا بنات؟ سامعين الصوت؟ شايفين البخار ابتدى يطلع من الفرن؟ شايفين الدخان اللي طالع منها؟ شايفين يا بنات البخار اللي بيطلع من الفرن؟ احنا بقى هي ابتدت دلوقتي تقلب يا بنات، الدكر بتاعنا ابتدى يقلب. احنا بقى هنهدي النار خالص ونسيبها تستوي كده مع نفسها، وارجع لكم تاني نشوف وصلنا لايه. احنا هنهدي بقى النار يا بنات، وقت ما قلبت نهدي النار خالص، لان احنا هنسواها على البخار هي حل الضغط، هنغطيها ونهدي بقى ونسيبها تستوي مع نفسها كده على البخار على نار هاديه خالص، وارجع لكم تاني. يا بنات دلوقتي البطه بتاعتنا او الدكر البط بتاعنا بقاله حوالي ساعه الا ربع، احنا هنهدي النار خالص زي ما قلنا، وطفينا هدينا النار يا بنات. هنبتدي نشيل الغطا ده بسم الله الرحمن الرحيم عشان البخار يبتدي يطلع قبل ما نكشف الحله. بسم الله. شايفين يا بنات؟ شايفين شايفين ارفعها كده لفوق؟ شايفين ده فوق كمية البخار اللي كانت في قلب الحلة يا بنات. قبل ما نفتح الحلة لازم نخرج البخار ده يا حبايبي، شايفينه؟ كل ده بخار بيبقى في قلب الحلة قبل ما نفتح، قبل ما نقفل ما نفتح الحلة حتة لازم نخرج كمية البخار دي. شايفينها قد ايه؟ ودي يا بنات الحله بتاعتنا يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين. اهم حاجه طفينا النار ورجعنا فتحنا الغطاء بتاع الصفاره، خرجنا البخار خالص. يلا بينا مع بعض نفتح الحله بقى بتاعتنا زي ما قفلناها. معلش انا بصور، هفتحها وارجع لكم تاني. كده يا بنات نفكها كده زي ما انتم شايفين، يقوم الضغط بتاع الغطا يفك من الحله نفسها يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده يا بنات. اهم حاجه ان احنا شلنا دي وخرجنا البخار خالص زي ما انتم شفتوا على البوتاجاز. هنشيل بقى غطا الحله، هنفتحه كده يا بنات، نعمله العكس. بسم الله بالراحه خالص. وكده يا بنات خلاص فكنا الغطا. شايفين يا بنات؟ بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، مستوية بصوا ما شاء الله عليها. شايفين يا بنات؟ اهي دايبة خالص معانا. شايفين يا حبايب قلبي؟ اهي شايفين؟ ما شاء الله مستوية ودايبة خالص، والمية بتاعتها شايفينها ما نقصتش ولا أي حاجة. أهم حاجة إن احنا وطينا النار خالص، ساعة ما تقلب على طول ساعة ما تبتدي تغلي نهدي النار خالص ونقفل الحلة كويس أهم حاجة، والمية تبقى نص الحلة زي ما انتوا شايفين كده، ونقفل الغطا نحبكه كويس ونقفله كويس عشان البخار. وبعد كده يا حبايب قلبي بعد هي قعدت معانا يا بنات حوالي 3 ربع ساعه، لو انا بسويها في حله عاديه هتاخد معايا حوالي 3 ساعات لو حله عاديه، لان بقول لكم ده دكر كبير وبياخد سوى، لكن ما شاء الله اقسم بالله العظيم جميله جدا. والدكر بتاعنا بسم الله ما شاء الله مستوي ودايب خالص، شايفينه ما شاء الله؟ تقولوا ده لحمه حمراء ازاي؟ شايفين يا بنات ما شاء الله؟ اهم حاجه يا حبايب قلبي زي ما قلت لكم قفلت الغطا كويس، وقبل ما نكشف الغطا لازم نخرج البخار بتاع الحله، وبعد كده نكشف الغطا عادي براحتنا. وانا كنت عامله الفيديو ده مخصوص مش عشان تسويه البط ولا حاجه، عشان الحله اوريها لكم اللي حابه تجيبها. يعني هي جميله جدا اقسم بالله العظيم جميله جدا، وبهرتني اول ما جربتها. ما شاء الله ما بتاخدش وقت وبتسوي الاكل كويس جدا يعني. ويا رب الفيديو بتاعنا النهارده يعجبكم. ما تنسوناش بقى في اللايك والشير، ولو اول مره تشوفوا القناه اضغطوا اشتراك عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.